صباح الخير عليكم، نتمنى كل واحد يكون بخير وعلى خير. اليوم عندي واحد رحله نمشي للمدينه ديال اوبسالا، فبغيتكم تمشوا معايا جميع كاملين ان شاء الله ونشوفوا الرحله كيف تدوز. يلا نشوفكم. غادي بزيرو درهم، غادي تفهموا علاش من بعد. سو يلا وصلنا لسونتر فيل، فيلا ندخل دابا للمحطة ديال التران وناخد سميتو البوس باش نمشي للمطار. فالرحلة كيف شفتو من الدار لهنايا جيت بالتراموي. هنا معروف على المدينة ديال ليطوري، تقدر تمشي تخلص ما تخلص نتاو الضمير ديالك، فما كاينش لي كونترولور في الباب، داكشي علاش ما خلص. هذا ما يعنيش ما تنخلصش اليوم. ناخذو يلا وصلت المحطة. كي تشوفوا الجو الشتا طيح اليوم، ناخذ واحد الكافي ونكمل الطريق ديالي. يلا ان شاء الله تيقل. فكاين بوس اخر مع الحد من هنا 11 دقيقه. دونك هذه هي الطريقه ديال الخلاص ديال البوس. شوف هنا من هادو الاوقات اللي كاينين دابا، نخلصو أي تيكيت. أنا هنايا ألوغ تيكيت تتسوى 99 كرونة تقريبا 10 دولار، هكا قول داك أكثر من 10 دولار. أوكي خلصو. نخلصو هذا الرون. دونك هادي هي التيكيت ديالنا، نطلعو نسكانيو. كاين اللي يسولني منكم علاش غادي لأوبسالا من ليطوري بالطيارة.
فالجواب سهل، اللي هو ان الطياره رخيصه على الطائرة. فبقيت في هذا البيه هذا النهار هذا لقيت التران الثمن ديالو تقريبا شي 110 ديال الدولار، في الوقت اللي كاينه الطيارات الثمن ديالها تقريبا 60 دولار. هذا هو السبب. هذا هو المطار ديال المدينة ديال غوتنبرغ، كيف تشوفوا هذه ثاني أكبر مدينة في السويد، والمطار ديالها ماشي بداك الكبر اللي تخيل الواحد، فالمطار تيبان صعيب. فالإخوان هاد البلاصة هادي ديما تذكرني بواحد الموقف كان وقع ليا هنايا. فهاد البلاصة تيشارجيو فيها الناس تليفون، كنت جالس نشارجي التليفون، كنت في واحد الرحلة غادي لفرانكفورت، فتنشارجي التليفون بعد تنشوف واحد جوج سيارات ديال الفي اي بي ديال المطار وقفو هنايا. ف قلت اوكي بلاتي نشوف هاد اول مره نشوف شي واحد ينزل من شي طياره، هي السياره ديال الفي اي. فبقيت مراقب كيف تنقول الموقف واحد شويه، تنشوف طياره تنزل منها الملك ديال السويد. كانت جالسه حدا واحد السيده هنا حتى هي تشارجي التليفون ديالها، ف انا ما صدقتش، تنقول او الملك ديال السويد نازل من طيارة عادية راكبين فيها الناس، وما كاين لا رسميات لا بروتوكول لا والو. تيبان لي نازل غادي معاه واحد السيد باللبسة عسكرية صافي، والناس ديال واحد ثلاثة الموظفين يمكن ديال المطار ولا صافي، نازل هاز الشكارة ديالو. فبديت تناخد له التصاور، اللي بغى يشوف التصاور اللي خديت يدخل الانستغرام ديالي هنايا ويشوف التصاور اللي خديت. فغادي نحط حتى ديسكريبسيون غادي نحط اللينك في الديسكريبسيون ديال الانستغرام. فهداك الموقف علاش بقى لاصق ليا في بالي، حنا تعودنا كمغاربه تنشوفوا ديما الملك بواحد واحد البروتوكول ومصاريف بزاف، ما عمرنيش انا صراحه ما عمرني تخيلت انني غنشوف مالك ديال الدوله اللي هي غنيه نازل في زياره اللي هي رسميه جاي لهنا يطوري، نازل بديك لا سامبليسيتي ديال غادي بوحدو حل ليه الشيفور ديال الطوموبيل الكوفر، مشى حط الشكاره بيديه ومن بعد كمل الطريق ديالو. فاللي اكتشفت من بعد انا ديك الطياره كانوا فيها ناس عاديين حتى هما مسافرين، فقط هو كان راكب في البيزنس كلاس القدام صافي، حتى تنزل هو نزلوا الناس تبعو عاوتاني خرجوا. فهذه هي البلاصه اللي غنوريكم، انا كنت جالس هنايا تنشارجي وهذاك الكيت اللي هات اولها هذاك الكيت اللي هات نزل منه هو، فات الطياره لها ونزل منه هو هنايا. We'll be right back.
ماشي في الكارنيه هذا. Take you to a dark shade of gray, warm you like a sun that'll never fade. Oh, 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 oh. This is power. This is power. This is power. This is power. 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 وصلنا من المطار ديال ستوكهولم ك نجيو بعد هنا على غوتنبرغ ناقص جوج درجات يلا ناخد الباص نمشي للبزار. ديال الدرهم هنا ناس يدخلوا على المطار قبل ما ندخل من دوك البيبان خاصني ضروري نخلص تيكيت. فعندهم هاد لابليكاسيون هادي اللي تشوفو خاصني نخلص كيف دايرين 50 كرونة الا بغيت نمشي نخلص عندهم في لاكاس اولا الا بغيت نخلص هنا في التليفون بلا كارت ولا 64 كرونة زيد 14 كرونة. فا غادي نخلص هاد التليفون تيكيت المدة ديالها 90 دقيقة غادي توصلني حتى لأوبسالة ومن أوبسالة غادي نكمل نمشي للبوس نمشي للدار كيبيع وخا خلصنا هذا باش نمشيو لها. اوكي الخوت استنى ما نمشيش في الترام دايرين واحد لوبسيون مريضه عندهم هنايا تيقول لك سيدي الا بغيتي تستعمل المحطه ديال التران ديالهم واخا خلصتي التيكيت خاصك تزيد تخلص واحد 100 وشي حاجه في الكورونا اكسترا لا ما سيدي ما عرفتش ديك المحطه ديال التران فاجينا جيت لهنا ناخد البوس نبدا التيكيت البوس يجي من هنا واحد 14 دقيقة فالبرد باش نوجدو البرد حنا جايين موجدين هكا صحابهم البرد ديال ستوكهولم ديالهم يغلب علينا الجاكيطان باش تسد الشمال ديالو ياك ستي تبي بك هذا ليكات صافي يلا قول لي تكون حتى ناقص 20 درهم حنا موجودين لاخوتي. سو كيف تشوفوا الاخوان يلا وصلت فالجو هنا بارد بزاف هذا البوس اللي جابني من المطار كيف تشوفوا 3 درجات في أوبسالة. سيدنا النهار الاول ديالنا هنا في أوبسالة تيسالي غادي البوس غيجي من هنا 5 دقائق نشوفكم غدا ان شاء الله. اوكي غدا نخرجوا نتساراو هنا في بوبسالا الا كان الجو مزيان نطلعوا الدرون ونشوفوا بوبسالا من الفوق. يلا تشاو.
سيدنا كيف ستشوفوا هذه أبسالة؟ يلا شوية هذه طيارة الدرون هنا هذا القصر. هذا قصر قديم ولو داني فيه متحف. فالحسن الحظ اليوم شميشة طلعة هذا ما نصوره مزيان. هذه اللي هنايا أكبر كنيسة على ما أعتقد في السويد كاملة معروفة ديال أبسالة. أبسالة معروفة مدينة ديال الطلاب، فيها جامعات كثار والجامعات ديالها تعتبر من أقدم الجامعات في أوروبا. فهي مدينة ديال الدراسة بالدرجة الأولى. فاللي تيتسأل علاش السبب ديال الزيارة ديالي لأبسالة هو أن الوالدة ديالي راه لهات كانت في زيارة وجيت نتلاقاها قبل ما ترجع للمغرب. يلا نخليكم بعد نمشيو للمدينة ونشوفو.